في 15 من شباط عام 1968 دارت معركة الشهداء السبعة على طول الواجهة الشمالية الأردنية، حيث استشهد فيها قائد كتيبة الحسين الثانية الرائد منصور كريشان ومعه ستة آخرون وعدد من المدنيين، ليصبح هذا اليوم مناسبة وطنية يستذكر أثناءها الأردنيون عطاء المحاربين القدامى والمتقاعدين العسكريين. لطالما كانوا في الميدان منارة لهوية الوطن وقضاياه، حماة الأمس ومرجعية اليوم بقصص بطولاتهم في ميادين الشرف، المحاربون القدامى والمتقاعدون العسكريون، وعلى الرغم من أن العديد منهم يحملون شوق العودة إلى صفوف الخدمة للذوذ عن الوطن، إلا أنهم ساروا في مسالك أخرى في الحياة لتوظيف مهاراتهم المكتسبة في العسكرية واكتساب مهارات أخرى جديدة. قد يأتي التقاعد بعد خدمة طويلة في ميادين الرجولة يغادرها العسكري متمنيا البقاء فيها، إلا أن التقاعد هنا مرحلة جديدة لتنمية المهارات. هنا في أروقة مدينة السلط يعمل عمران عطيات في منشأته بمجال المفروشات وصيانتها بعيد خدمة تجاوزت 10 سنوات في الأجهزة الأمنية في ذات السياق المهني. الحمد لله رب العالمين اللي هذه المنشأة قمناها وعملنا بها على تحديث وتطوير من بعد التقاعد اللي كان صار الواحد متفرغ والآن قائم على العمل ومتفرغ لعمله، وإحنا من ضمن كمان الرديف لجلال سيدنا أطال الله بعمره، ومن ضمن على الوفاء ورح نظن معه إن شاء الله للازدهار وللتقدم بإذن الله تعالى. يوسف السويطي هو الآخر، قصة لا تقل أهمية عن زملائه الفاعلين من المتقاعدين العسكريين، إلا أنه لم يكن يعمل بذات المهنة. تقاعدت بال 99 واشتغلت قبل هيك يعني شغلات بسيطة، ما عجبنيش الواحد يظل يعني تحت عند الناس وكذا، المهم بيشتغل شغل إله خاص. أنا وزوجتي قلنا شو بدنا يعني بنعمل، بدنا نشتغل شغله هيك تكون إلنا وقريب وما حداش يتحكم فينا، يعني الواحد بفخر فيه انه احنا منضمين لهالركب للي سبقونا واللي اجوا بعدينا، فاحنا كلياتنا فدا الوطن. مشاعر الاعتزاز والفخر مشاعر تلازم المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى عند الحديث عما سبق من سنوات الخدمة، وبالأخص تسمية جلالة الملك عبد الله الثاني لجميع منتسبي السلاح والأجهزة الأمنية بالرفقاء. 127 ألف متقاعد عسكري من الرتب كافة كانوا حراس الأرض الأوائل، لم يتوانوا عن خدمة وطنهم قبل وبعد تقاعدهم، إذ صاروا وكأنهم كتاب التاريخ المشرف والقدوة في المواطنة الحقة. شهد الطراون المملكة، عمان.